ما هي أهم المعالم للشيوخ والأساتذة؟ هذا جزاك الله كل خير، سؤال مهم جدا. واجبات الشيوخ إذا قاموا بحق القيام هم الذين سيوجدون طلاب العلم ثم العلماء الكبار ليسدوا حاجة الأمة. ولكن ما هي واجباتهم؟ أيضا يا سيدي واجباتهم، أو إذا أردنا أن نرجع إلى عنوان الحلقة، معالم إرشادهم كثيرة ومهمة وخطيرة. منها أن يلقنوا طلابهم العلم ومعه العمل معا معا، لا يلقنهم العلم فقط إنما يلقنهم العمل بالعلم. العلم يا أيها السادة وسيلة، والغاية هي العمل، الغاية العمل بهذا العلم. إذا لم أعمل بعلمي فهذا وبال كبير على صاحبه، نسأل الله العافية. آمين. أن يلقن الشيوخ طلابهم العمل بالعلم، بأقوالهم، بأحوالهم، بسلوكهم، بمتابعاتهم لهم. وأذكر على ذلك قصة قصيرة. نعم. الإمام أحمد رضي الله عنه جاءه طالب علم رحالة من بلد إلى بلد إلى أن وصل إلى الإمام أحمد، ونزل ضيفا عنده. فقام الإمام أحمد رضي الله عنه وجزاه الله كل خير بواجب الضيافة، فقدم هذا الضيف إلى غرفة خاصة، وعلى الباب وضع له على الباب إبريق للماء ليقوم بصلاة الليل. وعند الفجر جاء الإمام أحمد يتفقد الضيف، فرأى الباء الماء على حاله، فقال رضي الله عنه: طالب علم ليس له ورد من الليل؟ يتفقده. عالم آخر في حلقة العلم، صار وقت الأذان، أذن المؤذن لصلاة الظهر، فقام أحد الحاضرين وخرج من المسجد، فقال له الشيخ: إلى أين يا فلان؟ قال: أريد أن أتوضأ للصلاة. فقال له: ما هكذا الظن بك يا فلان؟ يدخل عليك وقت الصلاة وأنت على غير طهارة؟ نعم. لاحظ هذه التربية، هذه الأوراق لا تربي هذه التربية، إنما يربيها الشيوخ الرجال. والأمثلة كثيرة جدا من العلماء القدامى والمعاصرين من شيوخنا. نعم. يلاحظون طلابهم ويربونهم بأقوالهم وأحوالهم.